تعرف انت المجر هي اوروبا الوسطى صح، اللي هي حتى ايام الشيوعيه، ايام الشيوعيه انا جيت واحمد بن خلف وياي صغير، وكنا من الحر قدنا ويبنا مروحه، يبنا واحد عراقي كردي مروحه، تمينا عيوننا واحمد صغير كان وياي ماخذنا وياي. احمد ذكر يوم هنغاريا نصير انا وانت هايك الايام كان في الطرق الرئيسيه الهاي واي كانت تليفونات اللي هي في الشوارع هذه من اجد وانظف التليفونات هي غير عن اوروبا الشرقيه. اضافه لهذا ان فيها بلد انت جيت حمايتها المعمار اللي فيها تقول باريس بس اصغر فقيره هي، والامن والامان وشعب طيب والاكل الطيب فيها منظمه ونظيفه وامان وامان الحمد لله رب العالمين. والله انها تريح والحمد لله من اشترينا هالهوتيلات حماد شو بقول لك، نحمد الله سبحانه وتعالى ان زاد حتى الاكوبنسي والسعر، ما بنحنا اخترعنا روح على طبيعه العمل زادت العالم هناك، وفتحت الحمد لله طيران الامارات هناك اللي تلفه ما ابو سعيد كلمت من رفعنا علم الامارات اول مره تلفنت الشيخ عبد الله بن زايد قلت له نبغي سفاره ترتاحها، واول علم قلت له دوله الامارات يرتفع قلت له في هنغاريا رفعت انا بيدي ايه رفعنا علم الامارات فوق. اتخبرك بلد جميل حمد، لان الوزاره بتصير في شهر 9 ايه يتخبرونا، فقلت لهم في استثمارات بلد جميل. اي وزاره؟ سلطان المنصور. ايه وزاره التجاره. نعم ايه لا بلد مو بوايدين يعرفونها هذي. ها؟ مو بوايدين يعرفونها. ما يعرفونها. السلام عليكم. شلون؟ والله انت ما شاء الله اليوم. يا ما بيتعشى، ما خليه بالميلة. السلام عليكم. السلام عليكم. شاف تعالى يلا نسوي. احنا حمد كلفنا ابو عبد الله. اقول لك هنغاريا انا شفتها من اجمل المدن في اوروبا. هاي الشهاده حمد. شيء عجيبه. تمشي على النهر، النهر هذا سبحان الله تقول بحر، اللهم صل على سيدنا محمد. تمشي عليه ترتاح. هالناس الطيبه وهالشعب اللي يعمل رياضه، انا عيبني اللي يعملون رياضه، شوفهم على النهر يتحركون، ما ابغى خياط يا زين. ايه تفضل يا حمد. هشام الشراوي خلنا نقول بيدير الجلسه بعض الاسئله، طبعا هو الغرض ان الشباب اللي موجودين يسمعون منك ما شاء الله، انت يعني عاشرت دبي. نوره جاهزين نوره؟ يلا. اسمعها ما عليه منسخن بس انا بعطيك خلفيه. ايه تفضل. هو الموضوع ان اليوم يوم بدينا برنامج سميناه تجارة دبي. نعم. يوم نقول تجارة دبي هم ما شاء الله يعني الاعلام اللي موجوده في دبي، ولكن اهم شيء بغيناه هو موضوع الاستمراريه. يعني مو بس قوم بنظريه وقوم النابود والحبتور، كيف ان نقدر ان هالشيء بعد يتوسع والناس تتعلم منه. صحيح. فقلنا اليوم صراحه هي اول جلسه. طال عمرك بخلي شوي انا بريف. اول شيء تجارنا في دبي هم الاصليين معدودين على الاصابع، اللي هو كانوا عائله الغرير هم هذيل التجار الاصليين، عائله الفطيب اللي هم الاصليين، وسلطان بن علي رحمه الله عليه ومحمد سعيد الملا، هذيل التجار اللي هم اقدر اقول في دوله الامارات كلها مو بلا في دبي، هم هذين التجار الاصليين. فيما بعد لحقوهم مثل عائله قلداري، عائله الرستماني، هذيل اللي ذكروني اذا نسيت، هذيل اللي انا اقدر اذكرهم. اما التجار اللي من حوالي 40 سنه او 30 سنه هذيل حديثين طال عمرك، مو بهم الاصليين أو أصالة التجارة الحقيقية اللي تعاضدوا مع حكومتنا وتعاضدوا مع المرحوم الشيخ راشد رحمة الله عليه، اللي كان يشجع الصغير والكبير. هذيل هم التجار الأساسيين اللي كانوا أنا أسميهم سفرانا في العالم.
اللي هم ضم قلداري العويس بنغرير بنفطيم الملة هذي لهم الرستماني بس فيهم حد منهم مثل ما قال عميق جدا وكبير جدا وحد لا لحق بس ريائيلا لحقوا بما بعد علينا فضل إذا بتكلم أنتوا بعدين أنا ما أشعر راشد النيابة عن غرفة مجلس الإدارة وعن الشباب الجديد اللي قدم أول شيء الشكر أول شيء لأنني في الشهر وكالة الله يسلم ثانيا نبقى نشكرك على استضافتك لنا الليلة الفكرة أساسا على أن طبعا كونك واحد من الإعلام الرعيم الأول اللي ساهموا وأسسوا في بناء الدولة وفي بناء الاقتصاد المحلي أيضا نحن أولا ما قلنا نحن نبقى يعني نأكد على احترامنا لدور الرعيل الأول اللي أسس الاقتصاد كبير متشعب واسع متين في الدولة وبالذات في دبي وأيضا الغرفة كونها صوت مجتمع المال والأعمال في دبي دورها محوري على أنه يأكد على أن هل عملية هاي تستمر مثل ما تعرف راشد من السهل على أنك تأخذ إنسان نشيط أو طالب متعلم توديه إلى الجامعة ودرس يستوي دكتور محامي مهندس إلى آخره لكن من الصعب أنك تأخذ واحد توديه الجامعة وتطلع رجل أعمال رجل أعمال هذه الملكة يجب أن تكون موجودة عندك فهو بيكون يستفيد من أبوه عمه يده خاله إلى آخره لكن في ناس ما عندهم نفس الفرص اللي بعض الناس اللي ينتمون إلى العوائل التجارية المعروفة في دبي وفي الدول فلهذا السبب الغرفة دابت على تقديم مبادرة مهمة اسم المبادرة التجارية وهدف المبادرة على أن نحن نشجع الشباب المواطن على أنه يدخل في معترك المال والأعمال في العمل الخاص طبعا أنا ما بخبرك العمل الخاص عمل مدني عمل منهك للأعصاب عمل يحتاج متابعة دؤوبة مستمرة عمل يحتاج إلى إخلاص ومتابعة لين ما الواحد يقدر يخلي شركته تنجح وتكبر وتتوسع إلى آخره. فنحن قلنا خلنا نحن نشجع الشباب اللي عندهم أفكار تجارية على نحن نطورهم ونمكنهم من أنهم يبدؤون مشاريع. فالمبادرة هاي معتمدة على ثلاث محاور هي التقييم، التطوير، ثم التمكين. فنحن طلبنا الشباب اللي أعمارهم من بين 20 40 سنة تقريبا على أنهم يسجلون أفكارهم في موقع الغرفة الموقع الخاص بهالمشروع حتى نحافظ على سرية الفكرة ونحافظ على عليها ومن ثم نستدعيه ونطلب منه على أن يعطينا شرح معين لفكرته إذا شفنا الفكرة هاي فكرة معقولة ننتقل إلى المرحلة الثانية مرحلة تقييم الفكرة بشكل أوسع هل الفكرة هي مطلوبة؟ هل تخدم أي حاجة معينة في المجتمع أو في السوق؟ وهل الخدمة هذه ممكن على أنها تواجه الأفكار الخدمات الأخرى المنافسة لها؟ وإذا تقدر تواجه هل بتقدر تستمر فترة طويلة ولا بتكون مرحلية سنة سنتين خمس سنين إلى آخرها؟ إذا شفنا على أن الأجوبة لكل الأسئلة هاي بالإيجاب ننتقل إلى المرحلة الثانية مرحلة تقييم الشخص نفسه هل الشخص قادر؟ هل عنده الإمكانية النفسية والذهنية والعلمية على أنه يبتدي هالمشروع؟ بعد تقييم هالشيء هذا إذا شفنا الأمور إيجابية انتقلنا لمرحلة التطوير نشوف شو النواقص في هذا الشخص المتقدم إذا كانت عنده نواقص أكاديمية نوفر له كورسات إذا كانت عنده نواقص تدريبية نوفر له وسائل التدريب إذا محتاج رعاية محاسبية إلى آخره إذا انهينا من هالموضوع يطلع يجون بعدين ويطرحون أفكارهم على لجنة الاختيار والتحكيم وإذا نجحوا بعدين نحن نوفر لهم التمويل من أحد مصادر التمويل الموجودة في دبي بشكل خاص ونحن ما نبغى من البنوك أو مصدر التمويل فقط على أن يعطونهم المبلغ هذا
بس بالسلام. لا، نحن نطالب البنوك او الجهات التمويليه على ان تكون صلتهم ويا هالاشخاص صله مستمره، بحيث على انهم يرشدونهم بعمل التقارير الشهريه والفصليه والسنويه والسنويه، زائد على انهم يرشدونهم كيف يحافظون على بعض النسب المحاسبيه اللي متطلبه بالنسبه لكل قطاع من القطاعات. بس طال عمرك أول شيء شكراً شعب. موضوع أن أنتم كغرفة تقيمون الأشخاص، ما أعتقد أن التاجر أن اللي فيه فكرة وهذا أن تقدر أي إنسان يقيمه، هذا صعب وأنا أختلف معك سامحني. ها، ما في شيء اسمه تقييم، هذا في دم الإنسان، ولا في جامعة ولا مدرسة ولا كورس ولا شيء، هذا في دم الإنسان إذا كان يريد ينجح في موضوع ما. أنا بقول لك باختصار في أمور بالطريقة مثل ما قال المحلي ورمسة بدر. أول شيء أنا دائما أقولها هي رفقة الناس، رفقة الرجال، عرفت طال عمرك؟ أنك أنت تجلس في مجالس الرجال. أنا بعطيك مثل على نفسي، إحنا كنا في الشندغة أولاد صغار، في عندنا حد اللي يلعب كرة قدم، وحد اللي عليه سياكل، وحد اللي هذا. أنا كنت أمشي أبوي وأخوي محمد زين نسير عند محمد سعيد الملا، اللي هم عندهم الفكر والعقل اللي هو يقدر يفكرون، ونجلس. أنا كنت ولد عمري يمكن 10 سنين ماشي أجلس ويا هذيلة أستمع وأستفيد. شو يرمس بصعيد؟ شو يرمسون هذيلة التجار الكبار اللي هو تاجر؟ وفي الأخير يحط لنا بصعيد الله يذكره بالخير بلاليط ودنقة وهذا، ونأكل أحسن أكل، كان أحسن عشاء نتعشى عند بصعيد الله يذكره بالخير ويوفقه إن شاء الله ويعافيه. زين طال عمرك، اللي أنا أريد أقوله، كنا نتكلم أمس مع بعض رفوان هنا، تجارنا الكبار، البلد كبرت، البلد دولة الإمارات ما شاء الله، مو بي دولة الإمارات اللي قبل 40 سنة، صارت دولة كبيرة إلها، وخاصة دبي. دبي ما شاء الله فيها الأعمال، فيها الاقتصاد، فيها الفكر، فيها الرجال، فيها العقول، في الدولة كلها الرجال والعقول، بس هني الاقتصاد بدون مجاملات وبشيء. دبي هي أساس الاقتصاد وأساس الفكر المالي والفكر هذا. التجار لا زالوا هم لهم لوريين بحسب أنا بن فطين بن غرير ما أدري منو. أهلا، تفضل تفضل. وعليك السلام ورحمة الله. مرحبا يا عبد الله، كلمة أخيرة. مرحبا يا عبد الله، الله يحييك. حالك؟ تفضل. الشيخ تفضل يديك تكلم. مرحبا. الله يسلمك. حالك؟ تفضل 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 يا استاذ عبد الله محمد. كبرت اقول لك دبي ودوله الامارات. اي القنصل الفرنسي، اهلا سعاده القنصل، تفضل 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 تفضل. يور فرنسي يور يور. تعال في النص، تعال في النص، سنه تعال انت يور سموك كم. سو بنتكلم انجليزي. نتكلم عربي. لا لا نتكلم عربي. لهذا السبب طال عمرك ما حد، ما طلعوا تجار جدد. انا اوافق في هالموضوع هذا. التجار هو القدم القدام الكبار المعروفين، وبعدين يو اللي تعلموا منهم اللي هو مثلا خلنا نقول يمع المايد، الغاز، النابودة. ابتدينا نحن من عقبهم. طاير هذا، بس لا يكفي هذا. وقوم الشراوي كان وقل داري وهذيلة، بس هذا لا يكفي طال عمرك. معناه يجب أن كيف، ما نريد نحن مواطن دولة الإمارات دائما أنه موظف حكومة، ما نريد يكون موظف شركة. صحيح أن الله سبحانه وتعالى إذا كانوا كلهم تجار مصيبة،
نريد احنا المهندس، نريد التاجر، نريد الطبيب، نريد الميكانيكي، نريد البلمر، نريد كل شيء، صح ولا لا؟ والا اذا كان التجار كله معناه ما اقدر، ما استفدنا في البلاد، نريد كل شيء. عندي فكره زين، نريد هذا كله. موضوع انك انت حمد تقول ان نحن عملنا 100 مليون وبنكفل هذا، لا، انا اقول يجرب هذا، لان طال عمرك اول شيء الانسان يجب ان يكون عنده نظام في حياته. عشان اذا كان عنده نظام في حياته له امل ان تستبدل سكند ستيب. شو هي النظام؟ برنامج حياتك. الله سبحانه وتعالى دستور الله، اذا مشيت انت ابتديت في جزء من دستور الله، عرفت كيف؟ في امل في نجاح. اما والله اذا بتقدر انت تصلي على نص الليل وترقد الضحى مثل الفطيسه، هذا انسان ما ينجح طال عمره. يجب الانسان ان يمشي على الامر. راشد بن سعيد الله يرحمه، راشد بن سعيد رحمه الله عليه ما كان يحب الانسان اللي ما يكون عنده نظام في حياته. اذا ما جيت الساعه 6 الصبح بزعبين، قال هذا انسان ما يشرب بويه هنديه، ما جيت الظهر في المكتب ما عيب، ما جيت في الفرقه في الفيلا جميره ما. علمنا هذا الأستاذ الحليم الحكيم شو الطريقة. ما كنا نحن، أنا أبوي راعي الشعر، ما كان أبوي ما عنده عقل الغرير أو التجار الكبار، هاي راعي الشعر ويفضل الشعر أكثر من أي شيء في الدنيا عنده. بس عرفني على راشد بن سعيد، كان هذه الرفقة راشد بن سعيد، علمت الواحد كيف يقدر أن يشتغل ويشجعك راشد. نبغي نحن تجارنا ان يشجعون الشباب، هاي مو موضوع ان غرفه التجاره، لا، نحن مسؤولين كلنا، نحن وغرفه التجاره، كل التجار يجب ان ناخذ الشباب، بس يجب ان يقبلون. انا اقول لك نحن مثلا كمجموعه الحبتور الحمد لله جميع شركات الناشئه باذن الله تعالى، لاننا مجتهدين، اسسنا هالشركه نشتغل. انا اداوم في مكتبي قبل الساعه 7 الصبح، حتى في رمضان، حتى في رمضان اطلع الساعه 11:30 عصير اصلي وارقد شوي زين واعمل. انسان اذا ما عمل برنامج في حياته اللي هي يسمونه بالانجليزي ديسبلين، اللي هي نظام في الحياه، ما يقدر ينجح. لو بتعطيه مثل ما قال اينشتاين، قال جيف مي ماني او البلت يونيفرس، بس ما قال تكلفه كم والوقت كم، معناه بيخرب البيت. عرفت كيف؟ لو بتعطيه انت خزينه قارون، اذا حد بيسال من الشباب انا نقدر. بغينا براشد اذا تعطي الشباب فكره بسيطه عن البدايات، بدايات طبعا مجموعه الحبتور اكثر من 45 سنه. صحيح. ما شاء الله في مجالات الضيافه والسيارات والانشاءات. نعم. الى 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 اخرها. فالشباب كانوا مهتمين على ان يعرفون البدايات ويعرفون شو اكبر التحديات اللي واجهتهم. طال عمرك انا تدربت عند محمد سعيد الملا، هذا الرجل الفاضل، هذا الرجل اللي علمني ولينا الحين مثل ما قال اوتيك ماي هات فور. زين، يمكن حدث بيننا بعض الامور وهذه سايد، بس لفضل الكبير بدايه، والفضل اللي اكبر للمرحوم راشد بن سعيد، اللي والفضل لابوي اللي دز وانا ما احبه، كنت اسير ميالس ما احبه، ابغى العب. تم يجبرني أسير عند المرحوم راشد، يقول لي هذا المبروك، هذا الريال اللي بتستفيد تتعلم منه. صدق تعرفنا على راشد رحمة الله عليه، الإنسان اللي فاهم. راشد من خلف، جلس زين، جلس. المهم طال عمرك أنا اشتغلت عند الملة، اتدربت عنده، صرت مدير في أبو ظبي، كان معاشي يعطيني 1000 درهم. ما كان درهم، كان ربية هندية وبعدين ريال قطر ودبي. أنا أبو أحمد، قرب أبو أحمد قرب. هو اشتغلت عنده 3 سنين وتدربت وبعدين تركت ما عندي ربية هندية. أتذكر حتى عم نعطيكم السير الذاتية فيها كل القصة. جيت بشتغل ما عندي شيء، بس ابغي اشتغل روحي. جيت اتذكر عند راشد الراشد الله يذكره بالخير، اليتيم
قلت له راشد عند بناية ذكرة على البحر، قلت له راشد تعطيني شقة بعطي، قال لي فارق طيب خلاص خذ الشقة، قلت له ما عندي ما أقدر أدفع شقة، قال لي يوم تبغى أدفع حقه فيما بعد. ابتديت هناك في كان مهندسين اثنين مطرودين من الملة، قلت لهم تعالوا اشتغلوا وياي. صرت يوم عم مايد أعطاني فيلا بسبعين ألف أتذكرها، بس سبعين ألف شو ما تلبي. هذا الكلام أنا كلمت واحد في سبعين، ما كان عندنا درهم هذا في أيامه، سبعين ريال قطعة البيت أعطانا فيلا بسبعين ريال السعودي، ربعين ريال السعودي، واشتغلت فيها. أتذكر والله العظيم إني أصب الكونكريت روحي وأحط الفايبريتر، أنا واجب عليها الفايبريتر عشان ينزل الكونكريت كلهم بين الحديد تعرف، والبروجكتر عليها. هذا اللي ما ظني سويت فيها شيء. قلت لهم الشباب المنزل اللي عندي يتطراني، أنا معاش ما عندي، إذا سوينا خير فاكم طيب. عقب سمعت الذكر عند عبد الوهاب القلداري الله يرحمه ويجعل الجنة هك الرجل، سمعت أنا أنه بيسوي سينما بلازا، ذكرونا سينما بلازا في الشندغة حدود الشندغة برا دبي. سألت له قلت له أبو أحمد أنا سمعت شو صديق أخوي محمد، قلت له هذا، قال لي نعم نعم، قلت له أنا بيزات ما عندي ولا أقدر أعطيك ثمان بنكي ولا أعطيك شيء بنزل المناقصة، قال لي تم أنا بعطيك قال ثمان بنكي، قلت له بس ولا عندي مقدمة أبغى مقدم، قال أنا بعطيك مقدم والله الله يرحم، قلت له بس المناقصة عند الملة، قال لي زين أنا أبغيك تغلب في الملة. الله يرحمه. المهم هذه الخطوة الأولى اللي عملت أتذكر فيها الحمد لله أجل أيام كأنه مبلغ ضخم، اللي عملت فيها مبلغ 500,000 درهم أو ريال أو شيء. هجر يوم سينما بلازا ما أدري إذا عايشة ولا بعدها ولا طاعة ما أدري إذا ها؟ شلوها؟ ما خبرونا إبراهيم؟ العدد مدرسة الشعب، الشعب أيوة شلوها أظنيت المدرسة شلوها. الحين أنت تقول شيء إبراهيم بعدين تعطينا معلومات خاطئة غلط ها؟ موجودة؟ إبراهيم دوم يعطيني معلومات خاطئة. من هذاك اليوم تميت تعرفي أنا دائما أقول عدم الشلل، ما تشل تابع. تميت أنا ماشي عند رأس بن سعيد من أصبح علينا مسلم عند أول يضيج منك رحمة الله عليه وعقب يتوله عليك، لأن تم أنت تتذكر كان وابتدأ حتى مهد التاجر الله يذكره بالخير أوسكار مندودي الواحد يعطيه الكردت، قال أنا بنو كلية شزم قيادة الشرطة أيام شزمه جاك بريكس، جيت عند ما أعرف مهدي، أنا إنسان كبير مهدي وأنا توني بادي ما حد عارفني، كان أنا عند مهدي قلت له فلان أنا فلان من فلان، قال إيه ونعم من أبوك أعرف أبوك أنا وهذا، قلت له أبغي رسالة بيرنا نصلي يعطونا صب كونتراك، قال لي فالك طيب، ويكتب الرسالة حمد وأصير هذا ويعطوني شغلة ظني ب200,000 سوينا فيها حوالي 50,000 بعد نعم. وهذه بس طال عمرك بقول لك شيء هشام، الحياة مثل توربلنس فيها، فيها الخسارة وفيها الربح، وإذا أنت ما خسرت في موضوع ما تتعلم بعد، ما في إنسان ما خسر في حياته صحيح. عشان يتعلم تو مثل ما قال أن يرتب أموره في المستقبل. وبعدين طال عمرك اختيار الرجال اللي حولك ولا تأخذ قرار روحك، يجب أن تتشاور وبعدين قرار قرارك. وهذا التشاور تعلمناها من رأس المسيد رحمة الله عليه، تشاور كان يستشير هذا البيت كله شيء قرار. نحن نجتمع الساعة 7:30 كل يوم مع الدايركتر مالي ونتشاور في الصغير حتى عن موضوع أخبار كانت سياسية، أخبار اقتصادية، أخبار كذا، نشوف شو صار البارحة ونتشاور فيه، ما بلا عن العمل عمل نتشاور في كل شيء وعن أي شيء، وكل شيء عندنا واضح ترانسبيرنت عدم ما تخبي. هذيلا وياك هذيلا عضونك، لأنك إذا أنت المدرب الكبار اللي عندك مخبي عنهم تضيع. يجب أن تكون هذا، ويجب عدم الاستسلام. مثل يوم صار الكراش في 2008 نحن
نشينا ما عم تقول قائمة قيام بالعالم. شو اللي صار؟ شو اللي حدث؟ قلت لهم ممنوع الواحد يتكلم. الحمد لله نحن بخير. وموضوع التشاؤم اللي متشائم ما أريده في الشركة عندي. ما إيه ورغده هذاك. المهم أن قلت التشاؤم هذا ولازم نحن كذا ونحن أقوى وكذا ونحن أقوى من غيرنا أقوى حد نحن موجودين. ما بتصدق حماد كلهم اللي كانوا من هندي إلى عربي إلى إنجليزي كانوا كلهم بوزيتيف أن نحن ما في عندنا بإذن الله لازم يلوك هاي ونوصل فوق وعدم التراجع. هذا أن موضوع حدث في حدث العالم. زين من القصص عن موضوع التشاؤم ذكرني أحمد يالس في المكتب إني مكتبي كان عند شارع الشيخ زايد وين الحبتور ستين. عندي موعد ويا واحد مهم جدا فرنسي اللي هو كان الرئيس التنفيذي لبرايفت اند هيلث ويلث في اتش اس بي سي برايفت ويلث مانجمنت برايفت ضخم شيء سلك وطالع تحت ما يطالعني بيوم من طالع شيء هاي الايام مر حمد اللي قبل يوم استقبلته هذه ابن على شاهي وهذا وكان وياه اثنين ثلاثه جاي من برا ويا من اظن بريطانيا سولف اتكلم تم كل يهز راسه. قلت له واتس رونج وذ يو والله العظيم شو اللي صاير اقول له عندك؟ قال لي ورد كذا وهذا. قلت له ليش اتش اس بي سي بينكسر؟ قال لي لا قال بس تعرف الوضع اقسم لك بالله يا عبد الله. قلت له سير I have another meeting. كان أوقف شيء وقبض البريدة وأفتح الباب وقلت له thank you sir مع السلامة. بيحبطني وروغة من هناك. قلت واحد قلت فائلوا بالخير تجدون مو بتجلس أنت مثل حرمة تصيح هاي. المهم أنا دائما أقول العزيمة إنسان يبغي دعم في طال عمرك يجب أن الفرصة علي قرب علي الفرصة والحظ والوقت. مرحبا يا علي أنا رديت أنت راشد أنا بطار. مرحبا يا علي. مرحبا يا بطار. الله حيك ما ليك في الجزائر. هذا يسمعون الحين ها؟ قلنا لا يسمعون قبل ها؟ في كل شيء ما بلا في التجارة في أساس مهم جدا الوقت الحظ الفرصة الاختلاط بنوعية الناس الناجحين وعدم الاختلاط مع أي إنسان متشائم حتى لو يكون ابنك أو أبوك شرد عنه. متشائم هذا إنسان احذر أكبر مرض من السرطان. هي لا تجلس وياه يتم يصيح خايس هذا مول لا تجلس وياه إني جلست وياه عثر. هي بس يجب أن ما في واحد طال عمره أن منزل بسلاسل وأن يعمل بس دائما مثل ما يقولون الفرص. الفرصة يجب أن لا تقول والله بفكر. عندك أنت إحساس ودائما إحساسك أنت أحسن حتى من الدراسة الاقتصادية. زين فيها رزق بس إيه يمكن الرزق
30% 20%، بس احساسك انت اذا كان عندك مؤمن بهذا الموضوع، عندك احساس قوي، توكل على الله. بس عدم يجب ان تخترض الناس اللي هم عندهم افكار جيده، دائما متفائلين، هذه مهمه جدا، وعدم الاختلاط هذا. وشكرا. تفضلوا اذا حد يسال اخوانك. مثل ما تفضلت راشد على ان عمليه الاحباط هي عمليه مرفوعه، والازمات جزء من الحياه، جزء من الـ من الـ من الكون. يعني والازمه الاخيره اللي مرت في 2008 لا هي اول ازمه في تاريخ المنطقه ولا بتكون اخر ازمه. بتكون هناك ازمات اخرى، لكن المهم على ان احنا نستوعب دروس من الازمات السابقه، نستفيد منها، ونحاول على ان احنا ناخذ الخطوات اللي تخفف من وطأة وآثار الأزمات اللي ممكن نواجهها. براشد، مجموعة الحبتور أيضا توسعت خارج الدولة في بعض الدول وبعض الأماكن، وهذا طبعا يعطي بعد للمجموعة وأيضا لدبي، والموضوع هذا يعطي سمعة لدبي. فإذا كان ممكن تعطينا نبذة مختصرة عن المشاريع اللي اعتمدتوا عليها في الخارج والصعوبات اللي واجهتوها وقصص أنا دائما أوصي بشيء مهم جدا، عدم الدخول في عمل ما تعرفه، أو تجرب أو تستحي في شراكة ويقول لك والله تعال شارك الفلان ويورطك في ورطة. لا، هذه دائما تعتذر منها ولا تورط نفسك. نحن دائما نمشي في موضوع اللي هو اختصاصنا، اختصاصنا الشيء الفلاني هذا اللي نعرف نديره ونعرف لغته ونعرف شو رايحين نعمله. نحن طال عمرك من جديد، ما من زمان ابتدينا، نحن من زمان اشتغلنا في بريطانيا في العقار واشترينا وفي الفرصة وبعنا والحمد لله استفدنا منها، وابتدينا الحين اللي هي مثل ما قال السلة هذه شيء يحمل الثاني. في حالة عندك أنت، نحن عندنا الحبتول السيارات، عندنا الفنادق في دبي، عندنا كذا وعندنا كذا، إذا خف الشغل في الأوتيلات حملت السيارات، خف السيارات تحمل هذا. أما موضوع استثماراتنا في الخارج ما هي إلا بسيطة جدا، ما تجي حوالي حتى 10% من استثماراتنا في دبي، هي حوالي 5%. شيء أنا أسميه كهواية أكثر من الواحد يتوقع الربحية والغنى منها. هذا أنا سياستي فيها، من موضوع أن أستثمر مثلاً في هنغاريا أو في أمريكا أو بريطانيا أتوقع، لأنه ما في دخل، ما فيها دخل، في شيء أنا أسميها راحة نفسية أكثر من هذا إذا كنت قادر. أما ما تورط نفسك إذا أنت ما قادر عشان راحة نفسية تورط نفسك تأخذ فلوس من البنوك. أشكرك. بس هل هناك صعوبات معينه ممكن نور الشباب عنها، لانه ممكن يواجهون هالنوعيه من المشاكل اذا ما اقدموا على التوسع الخارجي؟ خلينا نحن بالاول ان ناسس بلاد، عدم ما نفكر في شيء خارج البلاد، يجب ان ناسس في بلادنا اللي هي البلاد المبروكه اللي بتقدر تستفيد منها. بس يجب ان تكون دائما حذر، ما في مؤسسة إن كانت كبيرة حتى المؤسسات المصرفية تأخذ قروض. العالم كله، دول أمريكا بعظمتها تأخذ قروض، غيره كل تاجر يأخذ. بس يجب أن دائما يحسب حساب في الكاش فلو ماله، دائما يجب أنك أنت تعرف إذا أخذت قرض مليون أو 100 مليون أو مليار في تسديد خلال 10 سنين، يجب إذا كان عندك حتى جاب في بعد 5 سنين كيف تحسب من هالحين، كيف بتحط هذا المبلغ تسدد من بعد 5 سنين. يجب أن تكون نجاح الإنسان دائما اللي هو أنا أسميه هي شد بيوري أنه مهتم، عدم ارتخاء ويقول أنا والله إن شاء الله كل حادث حديث يوم بتوصل بعد 5 سنين أو 6 سنين. لا، يجب عليك أن تدرس الحين وأنك أنت تهتم، وأنك أنت حتى لو يكون 5 دراهم أنك تعرف أن هذا مثل ما قال the gap is filled. هذا اللي دائما أوصي عليه، عدم استهتار بأي شيء. صح. مراشد الوحي خبرك
شو نظرة شو تشوف دبي والإمارات بعد 10-20 سنة؟ شو بيكون النظام الاقتصادي؟ أي القطاعات بتكبر بشكل أكبر أو بشكل أكبر أو أي قطاعات بتكبر؟ هل لك رؤية معينة أو النظرة المستقبلية للاقتصاد بعد 10-20 سنة؟ طال عمرك هو صعب جدا الواحد يعمل الحساب بعد 10 سنين، بس نحن نشوف بإذن الله تعالى أن الجروث لدبي بيستمر حتى بعد الإكسبو اللي الناس كلها نحن كنا فرحين بالإكسبو، بس أنا دائما أعتبر الإكسبو نجاح بس أعتبره كبونس، أن نحن الحمد لله أمورنا ماشية بدون الإكسبو، بس هذا الشيء اللي هو الفوز أن نحن نافسنا أكبر دول العالم ونجحنا عليهم، ما نجحنا عليهم بالعنترية، نجحنا عليهم بالعمل، بس أنا أشوف هذا كبونص فقط، ونحن مستمرين في الجروث في جميع المجالات وخاصة شو أقول لك، مثلاً ما أريد أقول أن السياحة وهذا شيء سياحة ممتازة، بس يجب أن يكون نريد النوعية اللي أحسن من اللي يجونا هنا، النوعية لأن بعض النوعيات ما نبغي هذه البلاد. بس العدد ما هو نبغي العدد، نبغي النوعية، أن نحسن النوعية السائح اللي هي بلادها، ما نبغي نحن الكمية، نبغي النوعية، هذا شيء ممتاز، وبلدنا الحمد لله عندها الفرايتي، الفرايتي في كل شيء، عندك المصارف ناجحة جدا، عندك عندك العقار، العقار بإذن الله نحن حين العقار عندنا في المناطق الجيدة ممتاز جدا، والبلد تكبر تكبر، وكل أنا أشوف الحمد لله أن الأمور كلها زينة بإذن الله تعالى. طبعا الشباب الموجودين بس أحكيهم بعد شوي على أنهم يطرحون أسئلتهم إذا بيطرحوهم قبل ما نفتح لهم المجال للأسئلة، شو تنصحهم في المستقبل؟ يعني أوريدي ذكرت كذا نصيحة حتى الآن، لكن بشكل خاص شباب هؤلاء اللي الآن مقدمين يا إما دخلوا مجال العمل والأعمال الخاصة أو اللي بيقدمون على مشاريع خاصة في الفترة المقبلة، بشو تنصحهم وبأي أي قطاعات تشجعهم على أن يقدموا؟ هو طال عمرك مهم جدا الإنسان حتى التفكير، حتى التفكير إذا أنت تفكيرك مو مرتاح وعندك توربلنت في تفكيرك ما تقدر تنتج، يجب أن يكون تفكيرك هذا شو، إذا كان عندك الأمن والأمان تقدر تفكر، التعاون مع الأمن مهم جدا، نحن مثلا كل ما نملكه حاطينه في البلاد هذه لأن نحس مرتاحين بالأمن والتعاون بيننا وبين حكومتنا في كل شيء، الحكومة تشتغل ونحن نشتغل كلنا يد واحدة، الحكومة لا تستطيع أن تعمل كل شيء، يجب أن نحن نتعاون معهم ونحط يدنا بهم، ولا نسأل مثلا نقول ما عملت لنا الدولة كذا، شو عملت أنا للدولة، شو أنا عملت لبلادي، يجب أني أنا أقدم لبلادي مثل ما تقدم حكومتي، لأن نحن يد واحدة متعاضين لنجاح هذه البلد، مهمة جدا هذه. المشاريع، كل مشروع إذا كان في دراسة حقيقية، لو كنا نشتغل بدون دراسة، الحين يجب أن يكون الواحد يعمل دراسة لعدة سيناريو، أكثر من سيناريو واحد، دراسة أولى ألف باء أي بي سي دي، أكثر من سيناريو يحطه، أن الريتيرن عندي مثلاً 5%، بشوف الريتيرن إذا صار عندي 4% كم بستثمر، إذا كان 6% كذا، يجب عندي تكون دراسة دقيقة، ما لا يعني أني أنا بعين شركات أعمل دراسة، لا أنا بعملها أنا والرجال اللي عندي والسيدات اللي عندي بالمكتب نعمل الدراسة، لأن نحن أطباء أنفسنا ونحن نعرف مرضنا ونحن نعرف كيف نعالج أنفسنا، مش واحد يجيب خبير من برا، خبير من برا ما يقدر ينفع، أنا الخبير، أنت الخبير، أنت الخبير، عرفت كيف؟ ما في طال عمرك اللي بقول والله أجيب لي خبراء
من البلد الفلاني، لا انا اعرف اكثر منهم. انت تعرف اكثر منهم لانك انت تعرف جسمك. نفتح المجال للشباب اللي يريدون يسالون يجون اي سؤال سعد الفراشي. انا الشباب اللي هنا الجيل الثاني والثالث، شو نصيحة لهم؟ المشكله الجيل الاول هو اللي يبني ويطور، الجيل الثاني يعني يرفع الشركه يعني يخسرها. فشو نصيحة للجيل الثاني والثالث؟ الموضوع أعمال الجيل الأول والثاني والثالث، يجب أن الإنسان يشتغل على الطريقة الكونفنشنال نسميها أنا القديمة اللي هو تعلمها من أبوه أو تعلمها من أخوه اللي أكبر منه. ما يجلس يجيني والله ابني خريج أمريكا ويفتي لي يقول لي والله أنا خلينا نعمل السيستم الفلاني. إذا أنا ناجح في أساس هالشركة ما أسسنا بطريقتي أنا وعقليتي أنا، بديني أنت إن كنت ولدي أو أخوي من أمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا بتقول لا يجب أن نعمل كذا، يجب أن نعدل كذا، هذه احذر تدخل فيها. اعمل على الطريقة اللي أنت ابتديت فيها واستمر فيها. ما عليك تزيد كمبيوترات، تزيد هذا، تعمل دراسات، تعمل هذا شيء عظيم، بس مش على طريقك القديم ولا تغيرها. إن غيرت هني الخطر. لا تطور عملك وقتك لبر. ايه ما تقدر. صحيح صحيح. عندي سؤالين مباشر. طبعا كنت بديت درس تغييرات وبديت مشاريع بسيطه، فهل توقعت ان حجم عمل اليوم بيكون يعني باللي وصلته اليوم كيف؟ يعني كحجم عمل مجموعتك اليوم، هل توقعت بيكون هذا الحجم من خلال السبعينات بديت انت في انت ما شاء الله عليك مشروع بسيط؟ هذا جزء اول. الجزء الثاني ما شاء الله بديته يعني العمل في البيت في قبل الاتحاد السبعينات، هل توقعت البيت تستوي كما تشوفون اليوم؟ اول شيء ما اعتقد انا حتى دوله الامارات ما كانت تفكر توصل الى هذا، ما كنا نلقى افراد. هذه نعمه من الله سبحانه وتعالى ومن الرجال الاوليين اللي اسسوا هالدوله هذه. إن كانت قبل الاتحاد أو بعد الاتحاد فيها رجال الحمد لله دولة الإمارات وقادة عظماء. أنا أسميه الاجتهاد determination، أني أنا ما يكفيني الشيء الفلاني. كان راشد بن سعيد رحمة الله عليه يشجع الإنسان النشيط ولا يحب الإنسان الكسول. إذا كنت أنت نشيط بيدزك بيعطيك يقولك روح اشتغل، ما بيعطيك زي غيره لا بيعطيك بالسعر المناسب السعر المنافس يقول لك سير اشتغل. ما 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 هذا ما يجامل كل شيء، بس كسلان ما يدانيك. اي حق النشيط. شو السؤال الثاني؟ يعني كمجموعه الحبتور لو عرفتوا توصلون الحجم الموجود اليوم مثل بيتكم متواضعة؟ لا بصراحة لا، ما كنا هذا، بس اشتغلنا والحمد لله رب العالمين وصلنا بكرم الله سبحانه وتعالى إلى هذا اللي وصلنا عليه. شيء آخر بالنسبة للصناعات الشباب شو تفضل؟ لأي منتج ما عندنا صناعة، أشياء بسيطة يرفض الشيء. صحيح. ما نبي نسأل تفضل. الله يحفظك. أول شيء أنا بارك في الشهر القديم وأتمنى إن شاء الله أن يكون عليك وتجارة الحبتور السعادة. الله يسلمك. تعلمك هنا الأسماء خلف الحبتور وصل إلى ما وصل عليه بظروف كانت بشكل أو بآخر. هل إذا كل واحد أي واحد فينا قدر يبغى يشتري خلف الحبتور يقدر حتى وإن كان يرفع التجارة يقول مثلا خلف كذا سوى أنا بقوم أسوي شيء جديد؟ ليش هذا السؤال هذاك؟ لأن اليوم في دبي عدد التجار معدود، في الكويت عددهم محدود، الناس واجدين الكمية كبيرة والتجار عددهم محدود. فأنا تيجي عقلية عمري إن كانت هواية إن كانت موجبة إن كانت عطاء من الله سبحانه وتعالى لشخص من أمثالك وهذه الموجود في العالم معدود فأراهم تنحد. ولكن التجربة العامة اللي يأخذونها الناس ما يقدرون يوصلون إلى خلاف الحبتور حتى وإن ساركوا نفس المسألة. فشو السقطة عندك اللي عندي خلاص الحبتور يعطينا اياه عشان بالباكر بنسبح لنا تجاه؟ بيض الله وجهك يا عبد الله. ما بنعذب.
أول شيء عبد الله مشكور، كل عام وأنتم بخير، ويعطيك الصحة والعافية. طال عمرك والإخوان جميعا والشباب وأولادنا الموجودين، توفيق بيد الله. من موضوع أنه والله أنه ما كنا نشوف التجار الكبار ونسلم عليهم وناكل وياهم ويا أبو سعيد الله يذكره بالخير ويعطي الصحة محمد سعيد الملة، وناكل ويا بلاليط وبيض وطماطة ودنقة وكان يجيبولنا وخبز وهذا، ناكل وجبن يابس بعد كنا ناكل وياه، وكان لأنه ريال زعيم استفدنا وتعلمنا وياه. أنا قلت كلمة مهمة جدا، مرافقة الرجال هي النجاح، أنك ترافق الرجال ولا تشل منه حتى ما تضيج. صحيح أن أمراض الكبار هذين مثلا تجارنا وغيره يمكن رمسته مضيج، ما عليه، إجلس استمع استفيد منه، هذين اللي بتستفيد منهم. أما والله إذا بتمرغيت ها وتبغي هوايك ولعبك ما بتنجح في هذا. كلامك عبد الله مضبوط، وهذا كنا نتكلم فيه، أن دولة الإمارات الحمد لله رب العالمين تكبر، الله يعطينا إن شاء الله الأمن والأمان بجاه الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، واليوم المبروك أن الأمانة أهم شيء من الأمن والأمان. نحن في حاجة إلى تجار، نحن في حاجة إلى رجال يقومون الاستمرارية. ما يكفي أن مثل ما تفضلت وفي بعض الإخوان قالوا نفس الشيء، أن التجار هم الأوليين، نحن جدد. أنا أتكلم لك عن التجار اللي من كثر 100 سنة، الكبار اللي هم معروفين، ذكرت اسمهم أنا في البداية. نحن تعلمنا منهم واستفدنا منهم وكانوا مدرسة. نحن نريد الشباب اللي حين ما أقدر أنا والله، حتى لو بتعطيه أنت مبلغ قدر كذا في التجارة يمكن ما يعرف، يمكن يخسر، يمكن هذا. يجب أن يتدرب هذا الإنسان، يقبل أن يشتغل مع الرجال، اختلاطه مع الرجال التجار اللي هم ناجحين، ويتعلم هذا الشيء هذا. أما أنت مثلا تتوقع الدولة أو الحكومة بتعطيك فلوس، وهذا ما بتعطيك فلوس إذا ما كنت أنت روحك مشارك في 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 تقدر تنجح نفسك. ثم قررت براشد على أن العمل الخاص فيه الربح وفيه الخسارة، واللي يبتدي طبعا معرض للخسارة أكثر من اللي صاحب خبرة وتجربة وأسس أكثر من شركة وواجه وتعلم. فشو تنصح التاجر المبتدئ الصغير أن أول خطوة يسويها بعد ما يواجه الخسارة؟ والخسارة واحدة مثل ما قررت في عالم التجارة، شو أول شيء يسويه على أساس يرجع يوقف الأمين؟ المشكلة نحن عندنا عادات، تعرف من زمان قبل يمكن 50 سنة كان رعد بهي قليلين التجار، والباجين يقول لك والله عيب أني أنا أكون تاجر، أني عندي رشابي بحار سماج عند الجاب وهذا يركض وهذا، هذه عادات المنطقة. ما كانوا متقبضين إلا تجارنا اللي هم الأصليين مثل ما قلت الأوليين الكبار. زين، طال عمرك أول شيء لازم نشل شيء اسمه عيب في موضوع التجارة. إن كنت بتبيع سندويش أو بتبيع بمسيكولا أو سمن أب أو هذا، تبتدي بأي شيء، تبتدي في الشيء اللي أنت حاس حولك عندك هواية أنك تقدر تنفذ. موضوع إذا كنت تهاوي الشيء حمد وتحب هالشيء الفلاني، أعتقد أن النجاح يمكن يكون 80%، ما أقول 50%، لا 80%، على أساس أن تكون مثابر عليه وأنك تعرف أن هذا. في ناس كانوا عندنا شباب مثلا، أعطيك مثلا شخص صاحبنا، نحن كنا نوظف سيكيورتي ونوظف هاوس كيبنج ونسوي بالي، هذا يسمونه مال السيارات. يانا وشجعنا واحد من اصحابنا وهو كان نشط، قلنا له نحن شلنا جميع السيكيورتي الموجوده، وعندنا مئات، ما بواحد واثنين،
مئات السكرتير اللي عندنا وغيره وغيره. الحمد لله رب العالمين الحين نجح ماسك يراقب شغله في السكرتي، يراقب الهاوس كيبنج، يجيب كانت وحده او واحد ينظف انت بكرامه الحمامات، ينظف هذا يشرف عليهم على الصغيره والكبيره. هذا قرب يا عوض قرب قرب انت وياك بعد شويه الراجل زين. مرحبا يا عوض قرب قرب عوض. ان الانسان في البلاد فيها خير والبلاد فيها موجوده اذا الانسان حب ان يركز على هالاشياء. اعطيتك مثلا عن موضوع السكيورتي، موضوع الهاوس كيبرز وهالاشياء هذه ونجح فيها والحمد لله رب العالمين. يجب الواحد مثلا نحن عندنا مشاريع، انا ما شفت حد من المواطنين يجي يقول والله انا عندي زجاج وابيعك زجاج، انا عندي مثلا بلاط وابيعك بلاط. بنعطي الاولويه وهذا اللي اتكلمه مئات الملايين مش قروش. نحن بنعطي دائما نقول نحن الاولويه لاي واحد من عيالنا من البلاد من دوله الامارات بنعطي الاولويه بصيغه كبيره. تعال يا اخي ببيع بلاط، ببيع صحي، ببيع هالاشياء كلها. هذه المرايه هذه. ما اقدر انا اعيش اني اقول والله من التجار الكبار فجاه، لا ببتدي شوي شوي والمثابره وعدم ان 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 اقول والله ضجت من هذا اللي اركض عليه، لا بدق البيبان. انت اذا ما دقيت الباب ما حد ما يدري بك. حتى ولدك انت الحين ولدك انت اقرب لك ولدك اللي تشوفه كل يوم، ولدك الثاني ما تشوفه انت ما تنساه. الحمد لله انا في عدد الشباب قدموا بافكار جيده في برنامج تجارة الكريم، وتقريبا 7 أو 8 منهم اوريدي ابتدوا مشاريعهم وما شاء الله يعني الارقام اللي توصل عنهم والمعلومات اللي توصل عنهم على انهم متوفقين، ونحن نشجعهم ونشجع الاخرين على ان بعد يدخلون في مجال العمل. مثل ما تفضل مرافق على ان نحن ما بنكون دوله من الموظفين، طبعا الدوله محتاجه موظفين من مختلف التخصصات، لكن الدوله ما بتقدر تستوعب العدد الضخم من الخريجين سنويا. فعاجلا ام اجلا لابد من على ان احنا نخلق فرص عمل جديده، وما في شيء يكبر المخ ويقوي الشخصيه ويقوي الاراده مثل الدخول في مجال العمل الخاص. شيء احد من الشباب في المجمع التجاري يقوم يسالوني اي اسئله. راشد جزاك الله خير استضافه. مرحبا. واكثر شيء هي مجالس السابقين، فانت لست مع مسعيد ولست مع الشيخ راشد، فالحين كنيابه عن تجاره البيت استاذنك ان الحين لازمك مجلس لما اتمنى منه بعد. لا ما اتمنى منك يا مرحبا يا مرحبا. انا بعد بشوف ويا راعي الشباب وتميز جديد. اي نعم. جزاك الله خير تكون قدوه ان شاء الله. الله يسلمك. الرجال حمد بالعربي. اي نعم حمد. من ابوك انت يا حمد؟ نعم. من ابوك؟ مطر. مطر. هذا خبر هذا كنا ما بعض احنا الاول عمل اخيرا نرجع الجابنا شو رايك؟ اظن مر على تركب انت الحين. لا لا بس عبد الله اختصر السؤال ها ما تطول انت قصيد من ساعه. لا ما شرع نركض بعد شويه. انت كنموذج قائم طلعت من مصر اهلك انت المميز واحتضنت اخوانك في الدرجه الاولى وبعدين عندك احتضنت عيالك وخليت منافساتك هذه الجميله في جميع الاحقاق موجودين الاسره. فهل الاسره مهمه قائمه عند المنطقه انت ولا الواحد بيصير ماخوذ ويكون هذا بالعلاني وعلى خير ما يدري بالدنيا كلها؟ الشكر والتقدير والله. عبد الله سؤالك جميل وسؤالك بقدر اقول انه مهم جدا جدا. انا في بدايه الحديث قلت الانسان يجب ان يكون عنده نظام في حياته. النظام في العياش هو كل شيء، العمل، الرياضه، الاسره.
زين ومحبة أهله والجميع. أنا بعد الدوام يعرف أخوي سلطان أي ما أي البيت كله نسميهم الحشاوين. هاي تعرف الحشاوين أنت؟ ها؟ أكيد الحشاوين تعرف الحشاوين؟ إيه سمعت عبد قلت الحشاوين عرب زين أي هذا الأحفاد كلهم اللي على صاجتك اللي علي اللي على بطني على هذا وملاهم حب على العصر كله هذين طال عمرك نسميهم نحن الأكسجين. يجب على الإنسان أن يعطي وقت. أنا قلت يا شباب مرة في أكثر من مقابلات تلفزيونية وكلمات وخطابات وهذا أن العمل عندي أهم من الأهل. العمل أهم. ما يقول لك والله مثل ما بعض الناس يقول لك والله family priority. This is not true. العمل أهم من الأهل. ليش؟ بعطيك سبب أنا بهذه. إذا أنت والله دوم قاعد تنوي عليهم ويالس وياهم بالوقت حتى حرمك تضيف من ما تبغيه. تبغي تشتغل تجتهد تجيب الخير والعيالك وتربي عيالك. أما دوم والله لا الأولوية لحرمتي. لا شوف يا حرمتي الأولوية حرمتي ما تبغيني. إذا ما أشتغل وعرق وعنشف. أنا كنت يوم ابتديت في الملة كان ما في طريق وكان في مركز سيخ الشعيب. أنا الصبح الساعة 5 الصبح أطلع مني وكان في بلاب الصايد أتذكرها يتوهي عن طريق ما كنت أعرف أشل وياي. أوصل تأخذني لمبوظبي 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص. أسوق لاند روفر وأصل لي الفجر في المركز شيخ سعيد. والله العظيم أن البحر كنا ندخل فيه ما أدري ليه لين الباب السيارة لاند روفر. كيف هذه ألمان؟ 3 ساعات إلى 3 ساعات ونص أصير هناك لين كونت عمل كامب للملة وتميت هناك أكثر هناك خوالي وكلهم في أبوظبي وكانوا نيهم وهذا والشيوخ وكان الشيخ زايد رحمة الله عليه في الجنة في هذا يسمونه الحصن وكان شرطي واقف ضعيف بعد بعصا وصلنا أخذت الملة وسلطان بن علي قال يقول للشرطي أتذكره قال منو تبغون؟ قلنا له نبغي نسلم على الشيوخ قال منو أنتو؟ قال الملة نحن بياع شرائي وصيد الله يقول قال نحن بياع شرائي وهو شي فتب ربعنا الله يطول عمره سلطان الله يرحمه ابو سعيد كل واحد بيشتغل معلوج هذا خبروني بس يصعب علي وانا ضعيف كنا وكنا نوازمين كذي المهم قدر ما نبلغ احمد بن خليل السويدي وخلف بن احمد كل مهلنا هذا اقاربي ما نعرفه هذا يوم ودخلنا هذا التقار الى الناس القربه تعلم منهم تستفيد منهم زايد كان مدرسة رحمة الله عليه مدرسة راشد بن سعيد مدرسة الواحد يستفيد منهم وتجارنا مدرسة حتى لو الواحد ما بيعطيك يبقى يرمز حاول أنت أنك الدقدقة لين يفتح دمك عشان تستفيد مش أغاني رمزة راشد كان مرة طول عليك أكثر لكن أوجه كمية الشباب أنا شفت التجربة اللي ساعدت راشد مر فيها كل السنين وين وصل ما شاء الله والله يوفقه ويزيده إن شاء الله فقدروا الفرص اللي الآن متوفرة لديكم وقدروا البرنامج اللي غرفة تقدم لكم والغرفة مستعدة على أن تقدم المزيد مستقبل اقتصاد البلد بيدكم انتم يعني الرعيل الاول جماعة راشد والاخرين ونحن اللي في النص لكن المستقبل بيدكم انتم انتم بجهودكم وبافكاركم الجديده وبافكاركم الخلاقه والمعلومات الجديده والاستفاده من السابقين مع الدعم اللي الجهات المختلفه تقدم لكم فتقدرون انكم تساهمون مساهمه فعاله في تطوير الاقتصاد الى مراحل اعلى وافضل. فاتمنى للجميع التوفيق واقدم الشكر الخالي الى
لنا وعلى الوقت اللي اعطانا. فشكرا. شكرا يا شكرا. شكرا. بس خلوني اسلم على الرب ما سلمت عليهم.